place not to. كي هيك السنوتي حسبك الله ما جيني سال اسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره. واليوم احنا كنتواجدوا بالسوق المركزي بمدينه قنيطره كيف ما تعودنا كل احد كنجيو كنشوفوا الاثمنه سواء الاحد سواء السبت من في هذا من عفوا من قلب السوق المركزي اللي معروف مدينة قنيطرة واللي كيبيعوا فيه السمك كيف ما كتلاحظوا معنا تبارك الله خير الله موجود ولكن الأثمنة شوية مازال طالعة. اليوم السردي كيدير 20 درهم السول 70 درهم. غادي نسمعوا مجموعة الحويجات كاين أكثر من هذا غادي السي نور الدين غيصلح لنا بأن غادي نعرفوا من عندهم مجموعة الحويجات. السي نور الدين صباح النور الله يسعد الصباح والصحة والراحة تحسينا قررتي أنك تحسن لا مزيان مزيان السي نور الدين تفضل تفضل صباح الخير الله يحفظك وصباح الخير وصباح الخير على مشاهدينا الكرام ومرحبا سيدي هو ضروري راه دابا الصيد اخويا ضروري نقرعوا نخفوا شويه ضروري نقرعوا نخفوا شويه واش غادير؟ مرحبا السردي دير 20 درهم هذا اخويا ديال اسفي ديال المهدية ما كاينش ما كاينش السردين ديال المهدية ما كاينش ما كاينش كاع قليل مرة السردين ديال المهدية ما بقاش نهائيا سبحان الله من عند الله ما كاينش هذا الشيء اللي كاين دابا السردين تجي على البراني مرحبا مرحبا إذا دائما معكم متابعين الأفريقي كيف ما تبعتوا معنا اليوم حنا في السوق المركزي كيف ما كيقول لنا سي نور الدين السردين ديال المدينه ما كاينش كاين ديال حكم ان قنيطره كيف ما كتعرفوا ان فيها السردين لكن مع الاسف كيقول لك السردين ما كاينش هذه هذا السردين كيدير 20 درهم ديال الجديد ياك ديال اسفي اعتذر ديال اسفي هذا سي نور الدين الاول غادي نمشيو عند سي نور الدين الثاني وغادي نمشيو عند السي علي حتى هو الصديق ديالنا اللي دائما كيجي عندو غادي نمشيو مباشرة نتوجهو عند السي نور الدين الثاني دونك نور الدين الأول اللي كان معنا دابا غادي نمشيو عند السي نور الدين الثاني مرحبا بالصحة والراحة سيدي الله يعاونكم إذا دائما معكم عبر المباشر المستقبل الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب سي نور الدين صباح النور الله يسعد الصباح ومرحبا بك معنا ودائما تعودنا أن نجيو عند السي نور الدين كندوزو عند السي نور الدين الأول ودابا نور الدين الثاني ياك السي نور الدين ابتسامة جميلة فينا هو سي نور الدين فينا ابتسامة جميلة ديال الصباح نعم تفضل سي سامة كاينة تفضل السلام عليكم صباح الخير صباح النور تجي حداك اجي مرحبا انا خاي صباح النور وحنا كندقبشوا مع السردين هذه السردينة ديال المهدية هذه المهدية ديال البلاد كاين مهدية ها كاين شي مهدية كاين 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 ولكن كاين واقيلا شوية وصافي هذا السردين المهدية هذا ديال جديدة بحال ديال المهدية المهدية دايرة 400 بحال هكا ديال جديدة بحال هكا ديال جديدة رغم أن المهدية قريبة لنا سي مرخص وخويا ما كاينش الحوت عندنا حنا ها ما كاينش الحوت ما كاينش الحوت لا والو خا المهدية الحوت عندنا قليل شوية علاش؟ وراك عارف المناخ على حساب المناخ على حساب المناخ دابا ياش يدخل هاد شهر واحد شهر جوج عاد يبان عندنا حنا الحوت واخا تيكون البحر ناقص تيبان الحوت نعم وحنا كنعديو بالحوت البراني حنا ولفنا ديالنا هذا السرديله كبير شويه قد زواطه السرديله ركب عليها هذه جات شويه ركب عليها هاد السرديله والله الا ركب عليها ثانيه شويه
هي 20 درهم. انت ما كتقسموش بين الرقيق وال لا باين الرقيق باين هذا ديال تيتبع راه كيصلح الشوايه. هذا ديال الشوايه ما يجيش الشركاتي علاش؟ ما كبير شي ما يجيش التشويكه ما يجيش فين هو هذا ما يداش له التشويكه ديال البلاد اللي كيدار له التشويكه ياك هذا هو ما شط شعره جاي ما شط شعره هذا جاي ما شط بارك الله هذا كيصلح الشوايه شي كلمه سينوكي واش نقول لك خويا شي كلمه في هذا الصباح هذا اش نقول لكم صباح الخير عليكم طويله من طنجه حتى للقويره وصباحكم مبروك سيدي انت جاي كامل قنيطره كامله ياك وضروري راه قنيطره راه عندي لاكارت جي جي مرحبا مرحبا تحياتي اذا كيف ما كتابعوا الصديق ديالنا نور الدين نور الدين الثاني تبارك الله عليه صراحه اللي كيجي عندهم اللهم لك الحمد دائما ابتسامه جميله والحمد لله البيع ديالهم كيكون الحمد لله جميل كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل هانتوما تبارك الله الخير بلادنا موجود الحمد لله تبارك عليكم الشباب الله يعاونكم الشباب ديالنا صباح الخير هانتوما دام صديق ديالنا ما بغيناش نبرز الطوب تاي شويه ونشوف شو عند عبد الرحيم هانتوما تبارك الله خير بلادنا موجود الحمد لله ولكن كاين اثمنه وكاين اللي مثلا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افراد كنتمنى جميع المتابعين اولا انهم يبارتاجيو فضلا وليس امرا ما تنساش انها تبارتاجا دائما معكم تبارك الله صديق ديالنا اللي صديق ديالنا عبد الرحيم مشغول ما بغيناش نبرسطوه حتى من بعد نرجعوا عند صديق ديالنا اللي دائما تعودنا ان نجيو عنده كيف ما كتلاحظوا معنا المتابعين الله يعاونها استاذ عبد الرحيم الله يوفقك صباح النور اذا كيف ما كتلاحظوا معنا كيف ما كتلاحظوا معنا غادي نرجعوا عند واحد شويه غادي نمشيو عند عادل المهم اللي هو تا هو كيعطينا مجموعة الأسمنة وكيعطينا مجموعة من صباح الخير سيدي إذا دائما صباح الخير يعني تا هو كنظن أنه مشغول وكنبغيو شنو نهجوهم على الصباح إذا كيف ما كتلاحظوا الله يعاون سيدي صباحك مبروك الله يسعد الصباح بخير عليك الله يوفق تبارك الله سي عادل صديق ديالي تا هو كذلك صباح النور الله يسعدك شحال السعر ديالها الشريف؟ ها؟ 25 مدية 25 25 500 مهدية هذا مهدية كاين الاخر غليظ ديال سيدي يفني 20 درهم وهذا؟ شرغو 80 درهم ديال المهدية ديال البلاد ديال هنا ديال البلاد ديال البلاد انا شنو طالعين في الاثمنه شنو؟ طالعه مهديه كتطلع فيها الحوت ديالها كيطلع الثمن حوت مهديه ديما طالع حوتها علاش حوتها فريق حوتها فريق وصيد الصباح ماشي صيد الليل صيد تيكون صيد الصباح يوميا صيد الصباح هما كيصيدوا على الصباح كيخرجوا مع هذيك تقريبا 9 ديال الليل تيدخلوا مع الصباح مع 6 الصباح 6 الصباح الخمسه كيصيد ما داكش اللي كاين. اخي كريمه اخي كريمه شكرا اخي بارك الله فيك مرحبا بكم عندنا في كل وقت بارك الله عليك الله يجزيك هذاك الشيء اللي كاين تك شكرا لما كتشاهدوا معنا سكني في اسم ديالك سكني في اسم سميت سي حسن كيف ما كتلاحظوا معنا سي حسن من القدماء تبارك الله تبارك الله من 1980 هو كيمارس هذه المهنه تبارك الله واخا هذه مناسبه من قلتي واحد الحاجه مهمه قلتي انك من 1980 كاين تغيير تقريبا دابا شحال تقريبا 40 سنه 40 ياك قولي لنا عاودنا لا عاودنا الحوايج القدام على دابا حنا من الناس القدام ديال المارشي سنترال من ايام المارشي فاش كان باقي مورق مارشي كان زين كان الأثمنة مزيانة وكان كلشي مزيان وكان الحوت مزيان ما كانش بحال دابا الحوت متخز شنو 25 25 شو هاك ما عندي هاك خويا والله ما عندي صرفات قال لي 1000 ريال ولا حاجة بس
أصابي شكرا أخي بارك الله فيك. أنا بشي كيف ما خدامي ما بغيش نبرطو حنا الله يفرح خويا. فهمتيني إذا كيف ما كتلاحظوا وغتخدم تبلاصة إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد يعني شغل ما بغيناش نبرطو حتى هو. إذا متابعين أفاضل ممكن نقول لكم كيف ما تبعتي وكاين اللي كيبيع السردين ب 25 درهم كاين اللي كيبيعوا ب 20 درهم كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل ممكن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء نتلاقاو بث آخر إن شاء الله. شكرا لكم.